استأذن حضرتك بس الريكورد. المفروض انا عملت ريكورد، المفروض دلوقتي اسجل اهو تاني. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده شباب باذن الله هنكمل معاكم في الكورس. كنا المره اللي فاتت خلصنا موضوع الاجر، جيت خلصته وخلصناه فلناه يعني. النهارده ان شاء الله هنتكلم على السيمنت، او بالاخص يعني البورتلاند سيمنت. ازاي بس هنتكلم على ايه في المحاضره، الكونتنت يعني بتاعتنا او في البورتلاند سيمنت عموما. زي ما احنا زي متعودين دايما هنتكلم في الاول حاجه عن هنحط الديفينيشن كده للاسمنت، ايه هو ايه هو السيمنت مقصود بيه ايه. بعد كده هنتكلم بقى على مراحل تصنيع البورتلاند سيمنت، بتصنع ازاي وايه الرو ماتيريال بتاعته. وبعد كده هنتكلم عن الكيميكال كومبوزيشنز بتاع الاسمنت، وايه المقصود بالهيدريشن اوف سيمنت. واخيرا هنتكلم على السيمنت بروبرتيز، طبعا اهمها زي ما احنا متعودين يعني، وازاي نعين دوت ونحسبه في المعمل. اول حاجه ايه هو المقصود بالسمن. زي ما خدنا في المقدمه كده قلنا ان الكونكريت هي بتتكون من اجريجيت. عرفنا بقى الاجريجيت بتفاصيله، قلنا هو يبقى فاين او كورس اجريجيت. والكلام ده احنا بنعمله بايندينج ماتيريال، خلاص كده، بحيث ان هو يقدر في الاخر او نقدر نكون جسم الخرسانه تقدر تشيل احمال. طيب اللي بيعمل بايندنج ده هي ماده ليها خاصيه ان هي تبقى ايه، ماده لحمه يعني. طيب من اشهر المواد دي هو الاسمنت. يبقى الخرسانه بتاعتك البايندنج ماتيريال بتاعتنا في العاده او في الطبيعي يعني ان هي بتبقى اسمنت. الاسمنت دوت ما بيشتغلش وما بيعملش بايندنج الا في وجود الوتر. طيب فاحنا لو حبينا نعرف الاسمنت لوحده، السيمنت از ايه؟ فاينلي باودرد دراي ماتيريال. هو لوحده كده ماده ناعمه جدا خلاص، وبتتخزن دراي خلاص لوحدها. هو ات سيلف از نوت ا بايندر. يبقى لوحده كده، هو لوحده كده خلاص، هو مش بايندر ولا حاجه. بيكتسب بقى البايندنج بروبرتي دي امتى؟ از ا ريزلت اوف هيدريشن، نتيجه للهيدريشن. ايه الهيدريشن ده؟ ان انا ببدا احط عليه الميه خلاص، والميه بتبتدي تتفاعل او الاسمنت تتفاعل مع الميه وينتج بعد كده كومباوندز معينه هي اللي بتعمل بايندنج لايه؟ في الخرسانه بتاعته. تمام كده؟ طيب او الاسمنت زي ما انتم عارفين هو بعد ما نعمل تصنيع ليه ويبقى باودر زي ما انتم شايفين كده، بنخزنه في شكاير. الشكاره كل وزنها 50 كيلو خلاص، وده بيتخزن بطريقه معينه بحيث اقدر استخدمه بطريقه سليمه. ومده تخزينه برضو ليها ايه؟ ليها ليميتيشن. الشاهد خلاص في الاخر الاسمنت انا عرفت ان هو باودر. باودر ده لازم يتخزن دراي، وهو في نفسه كده مش بايندر ولا حاجه، الا بيكتسب البايندنج بروبرتي دي لما يتحط عليه ميه ويحصل هيدريشن، ونتيجه للهيدريشن بروسيس دي بيطلع بقى البايندنج ماتيريال بتاعتي اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. الاسمنت بتاعي امتى اسميه هيدروليك؟ هو اسمنت نوعين، هيدروليك ونان هيدروليك. نان هيدروليك ده مش كلام خالص، ده كان بنستخدمه زمان يعني، او دلوقتي تواجده قليل. هو نوع معين كان من الاسمنت لازم اسيبه في دراي كونديشن عشان يحصل له اكتساب للمقاومه. مثاله يعني زي اللايم مثلا، لو انا لازم اسيبه في الهواء فتره كبيره عشان يتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون اللي في الجو ويكون حاجه صلبه زي الكالسيوم كربونيت يعني. ده مش قصتنا النان هيدروليك سيمنت خلاص، قصتنا الهيدروليك سيمنت. طيب ايه يعني ايه هيدروليك؟ هيدروليك دوت بنطلق على الاسمنت بتاعنا ان هو هيدروليك لما الهيدريشن برودكتس بتاعتك تبقى ستيبل في الايكوس انفايرمنت او في الظروف المائيه او البيئه الايه الرطبه او اللي فيها ميه. يعني انا ممكن اشتغل في الاسمنت بتاعي في بيئه رطبه جدا او حتى تحت الميه زي ما انتم شايفين في الصوره كده. ممكن اصب او اشتغل في الاسمنت تحت الميه ويحصل له هاردنج عادي جدا ويوصل للسترينس اللي هو عاوزه. فمعنى ان هيدروليك، معنى هيدروليك سيمنت ان هو ايه؟ ان هو ستيبل في الايكوس انفايرمنت، واقدر اصب
او اعمل بيه خرسانه واصبها تحت الميه عادي جدا. طيب بورتر سيمنت اللي احنا هنتكلم عليه هو هيدروليك سيمنت بامتياز، بس كده لان هنعرف قدام شويه ان هو بعد نتيجه الهيدريشن بتاعته هو بينتج او بيكون حاجه اسمها كالسيوم سيليكيت هيدريت اللي هو احنا بنسميه سي اس اتش جيل بقى، او ده اللي مسؤول عن المقاومه. دوت ستيبل جدا في الايكو انفايرمنت وما عندوش مشكله خالص ان هو يتكون خلاص في الظروف الرطبه او حتى تحت الميه. يبقى باختصار هيدروليك سيمنت يعني اسمنت ستيبل في الايكو انفايرمنت، سواء انت اتعرض للميه وانت شغال او حتى انت صبته توتالي تحت الميه فما عندوش مشكله خالص. عايزين بقى نعرف البورتلاند سيمنت. جبت لكم التعريف بتاع البورتلاند سيمنت من الاس 10 S150 اللي هي يعني المواصفات الامريكيه. هي بتعرف البورتلاند سيمنت از هيدروليك سيمنت، خلاص عرفنا يعني ايه هيدروليك سيمنت. بروديوسد باي بفرايزنج او يعني باودرنج، سحق يعني بطحن الكلينكرز. خلاص هو بيتكون بطحن الكلينكر ده، طبعا قصه الكلينكر دي هنعرفها بقى بالتفصيل قدام شويه، بس يعني نتكلم دلوقتي مجازا عنه او اختصارا عنه. هو ايه كلينكر؟ كونسيستنج اسبيشالي اوف هيدروليك كالسيوم سيليكيت. هو حاجه كده بتتكون من كالسيوم سيليكيت وسمول اماونتس اوف فورمز اوف كالسيوم سلفيت. طيب كلينكرز ده ايه مواصفاته سريعا؟ هو عباره عن بلاك بولز زي ما انتم شايفين في الصور، خلاص قطرها من 5 ل 25 مللي يعني كده. دي بتنتج نتيجه ايه؟ سنترد ماتيريال، نتيجه كالسنت او يعني حرق ماتيريال بكومبوزيشنز معينه احنا بنسميها الرو ماتيريال، خلاص عند درجات حراره عاليه فبينتج حاجه اسمها الكلينكر. الكلينكر ده هو عباره عن كور كده زي ما انتم شايفين الدايمترز بتاعتها من 5 ل 25، وده بعد كده انا بطحنه خلاص وبعمل منه الاسمنت. بس از ديفينيشن هو البورتلاند سيمنت زي ما احنا زي الاس ام معرفته كده خلاص. وهنعرف بقى ازاي ده بيتكون بالتفصيل وازاي في الاخر بوصل لشكل الاسمنت اللي احنا شفناه في الصوره في الاول. يبقى بدايه تصنيع الاسمنت، لو احنا هنتكلم على تصنيع الاسمنت يعني بدايه كده نعرف ايه هو الرو ماتيريال. خلاص احنا في الديفينيشن اللي فات قلنا ان احنا بنحرقها وبنعمل لها كلسنه عند درجه حراره عاليه في الاخر بينتج الايه؟ الكلينكر بتاعنا اللي احنا بنطحنه بيبقى اسمنت. بالتالي لازم اعرف الاول ايه هي الرو ماتيريال اللي احنا بنستخدمها في صناعه الاسمنت. هما مينلي يعني تو كومبوننتس او تو رو ماتيريالز. اول نوع منهم او اول ماده منهم كالكيريوس ماتيريال خلاص، والثانيه هو الومنيوم سيليكيت سورس. ايه الكالكيريوس ماتيريال دي؟ هي ماده بتبقى غنيه جدا باكسيد الكالسيوم زي اللايم ستون اللي هو الحجر الجيري، الشالك اللي هو الطباشير يعني لو انتم عارفين الحجر الطباشيري ده، او الاويستر شيلز اللي هي قشور المحار. في المحار كده بيبقى ليه قشور، دي بتبقى غنيه جدا بكالسيوم اكسيد الكالسيوم. خلاص كده يبقى اول سورس عندنا اول ماتيريال عندنا هو الايه؟ هي ماده غنيه باكسيد الكالسيوم. طيب تاني ماده بنستخدمها مع الكالكيريوس ماتيريال هي الالومنيوم سيليكيت ريتش سورس. هو مصدر بيبقى غني جدا بحاجتين اللي هو السيليكا والالومنيوم اللي هو اكسيد السيليكون واكسيد الالومنيوم. خلاص وده بنلاقيه في الغالب في الكلي في الطين يعني في الشيل اللي هو الطفله لو تعرفوها يعني، او البلاست فيرن سلاج اللي هو السلاج اللي هو ناتج صناعه الحديد. طيب بالرو ماتيريالز دي لو متوفره عندي اقدر بعد كده ابدا في ان انا اصنع الاسمنت بتاعي بخطوات معينه. ايه هي الخطوات؟ اول حاجه بعمل جريندنج بقى، يبقى خلاص يبقى انا عندي الرو ماتيريالز بتاعتي دي متوفره خلاص. خلاص انا بجمعها وبعمل لها ايه؟ جريندنج، بطحنها يعني انتو فاين باودر، وبعد كده بخزن الكلام ده في انديفيديوال ماتيريال سايلز. طيب سكيماتيك كده صغير يوضح اول خطوه. بيبقى عندي اللايم ستون، الستون كويري هو المحجر يعني بتاع اللايم ستون اللي هو متوفر في اللايم ستون. خلاص ومحجر تاني في الكلي اللي هما التو سورس او تو رو ماتيريالز بتوعنا اللي هصنع منهم الايه؟ الاسمنت. طيب الكلام ده موجود في المحجر او في الجبل او في الطبيعه، كتل او ممكن يكون حجاره صخ كتل كبيره، فانا محتاج الكلام ده اكسره خلاص واعمل له جريندنج عشان يبقى فاين باودر. طيب في الكلام ده بيتطلب مني مثلا لو انا هشتغل اول حاجه على اللايم ستون، فانا الكلام ده بنقله الاول خلاص وبكسره في كراشرز او كسرات. الكسرات دي بتحول الحجم الكبير اللي انا قلتها دي ل بارتكلز صغيره خلاص. دوت في البرايمري كراشر، وبعد كده بعمل لها سكريننج
يعني بهزها يعني على منخل كده، بحيث ان هو المنخل ده يعدي منه مواد ناعمه فاينز باودر خلاص، والاحجام الكليسه ستيل كبيره بتنزل على سكندري كراشر تتطحن تاني، بحيث ان هي تتحول بقى الى ايه اكيد الباودرز يعني لو فاينز ماتيريال، بحيث ان في الاخر اللايم ستون بتاعي والكلي خلاص يبقى في الاخر عندي سايروس فيها لايم ستون وكلي الاثنين باودر او فاينز ماتيريال تمام كده. فبالتالي انا كده خلاص جهزت الرو ماتيريالز بتاعتي انا جبتها من المحاجر خلاص، وحولتها لايه الفاين باودرز اقدر بعد كده استخدمها في التصنيع. تاني خطوه بعملها في المانيفاكتشرنج بتاع الاسمنت ان انا بعمل بروبورشنج، ان انا بعمل ميكسنج للرو ماتيريالز اللي هم الحاجتين، اخلط بقى الكلي واللايم ستون بنسب قد ايه خلاص. هو ده الخطوه الثانيه او اللي بنسميه بروبورشنج او الميكسنج للايه للرو ماتيريالز. الكلام ده بيتم بطريقتين، الطريقه الاولانيه يا اما تبقى ويت بروسيس او دراي بروسيس، يا اما بعمل الجرين الميكسنج ده او البروبورشن دي بالطريقه اللي احنا بنسميها الويت، او الطريقه الثانيه بنسميها الدراي، نعرف الفرق بينهم. الكلام ده بعمله بعد قد ايه؟ بعد ما يكون السايلوس بتاعتي خلاص بتخزن فيها الرو ماتيريال بتاعتي فاين باودرز او فاين ماتيريال. طيب بعد كده هنزل بقى من السايلوس دي بالنسب الاوزان اللي انا عاوزها من الكلي واللاي ستون، بحيث ان في الاخر يبقى النسبه اللي نزلت لي هنا على السير هي النسبه اللي انا عاوزها، اروح بعد كده اخلطهم بقى مع بعض سواء هو اخلط دراي او ويت زي ما نشوف الايه في الاستاد بعد كده. اول طريقه اعمل بيها بروبورشننج هي الويت بروسيس. من اسمها كده شباب انا بخلط الرو ماتيريالز بتاعتي دي بعمل لها يعني ميكسنج مع خلط المي، يعني بتبقى ايه عمليه الخلطه دي ويت، يعني بخلي الخليط بتاعي في مي. طيب ده يعمل لي ايه يا شباب او دوت يعني ايه ميزته؟ ميزته ان هو بيخليك تخلط الميكس بتاعك وتوصل لهوموجينيتي معينه خلاص كبيره يعني من الخلط، يعني الميه لما تتحط على الرو ماتيريالز بتاعتك وانت بتخلطها تضمن جوده عاليه جدا جدا لعمليه الخلط، وان الخليط بتاعك يبقى هوموجينيس. الكلام ده بعمله ازاي؟ انا بحط على الخلط الانبوت بتاعي خلاص اللي انا جبته من على السير اللي فات اللي هو عملت بروبورشنج بنسب معينه. طيب بقى عندي انبوت، الانبوت دوت هدخله في الجريندنج ميل هي طحنه الطحن بقى خلاص اللي هتعمل طحن الميكس مع بعض وتعمل له ميكسنج مع كمان ووتر ايه اديشن. الووتر دي تقريبا من 30 ل 40% ايه ميه بزودهم، بحيث ان في الاخر بعد عمليه الجريندنج بقى يعني حاجه اسمها سلري. سلري ده هو بقى ايه هو الرو ماتيريال بتاعت المخلوطه مع الميه. بعد ما يطلع من الميل ده بطلع اعمل له سكريننج هنا بحيث يعني على فتحه المدخل فتحته صغيره، بحيث ان في الاخر هينزل لي هنا السلري بتاعي مع الايه مع الفاينز المخلوطه كويس جدا من الرو ماتيريال. طيب هيتحجز هنا على السكرين الاوفر سايز ماتيريال اللي هي المقاسات الكبيره، فهتخش تاني دوره تانيه في الايه في الجريندنج وهكذا لحد ما توصل للايه للخليط بتاعك او الرو ماتيريالز بتاعتك للفاينز اللي انت عاوزها او درجه النورمال اللي انت عاوزها. طيب ده بس ده ستيل في ميه كده، يبقى الخليط بتاعك مش الرو ماتيريال بس، الرو ماتيريال معاها ميه، ده بيتخزن في ايه في خزانين مختلفين على حسب ما ممكن يجي لك هنا كميات مختلفه عن هنا، فعشان اضمن الهوموجين لحد الاخر بعمل في الاخر ميكسنج ايه ده بيبقى كونكتد التانكين دول او الثلاثه كونكتد ببعض، بعمل بقى ميكسنج كمان بينهم في خزان واحد كبير بحيث ان انا اضمن الايه ان الخليط بتاعي هوموجينيوس تماما قبل ما ادخله على المرحله الجايه اللي هي مرحله الحرق كده. ده بالنسبه للويت بروسيس. بالنسبه للدراي بتميزها عن الويت بروسيس، طب احنا قلنا ميزه الويت بروسيس يا شباب ان هي ايه الخلط ممتاز بتوصل لهوموجينيتي عاليه جدا تمام كده، بس طبعا عيبها ان هي بتستهلك كميات كبيره من الايه من الطاقه، لان الميه اللي فيه السلاري بتاعك ده خلاص محتاج الاول طاقه تعمل الميه زياده ايفابوريشن قبل ما يحصل او تخش على مرحله الكلينكرنج اصلا اللي هي بتتطلب اساسا درجه حراره عاليه. فبالتالي الويت بروسيس بتاعتك دي بتوصل بيها الهوموجينيتي عاليه جدا في الميكسنج بتاعك او الرو ماتيريال، بس في الاخر هي بتتطلب انرجي عاليه. طيب الدراي بقى بروسيس هي از مور انرجي افيشنت، هي طبعا ايه
كفايتي عالية في موضوع الطاقة بالذات، لأن هي بستخدمها أو متطلباتها للطاقة أقل، فبالتالي هيبقى طريقة إيه موفرة خلاص. بس طبعا هي ده يعيبها بقى، الصعوبة إنك تعمل هوموجينيتي كويسة للإيه للميكسنج، غير بقى طبعا إنك تعمل ميكسنج لحاجة دراي بينتج عفرة ودخنة كبيرة جدا. في الدراي بروسيس بقى خلاص بتاخد الانبوت من الانيشال بروسيسنج اللي احنا عملناه في السلايد اللي قبل اللي فات، اللي انا عملت بروبورشننج خلاص للرو ماتيريال، وبقى عندك اي رو ماتيريال من حاجتين اللي هو الكلي واللايم ستون. خلاص بتنزل بقى عندك هنا في فين في الجريندنج ميل، اول حاجه بينزل عندك على اير سيبريتور، اوريدي بقى في شويه فاينز موجودين، فدول خلاص بيروحوا على الايه على التانك بتاعها، والاوفر سايز بيخش في الجريندنج ميل خلاص يطحن، وبعد كده يطلع تاني على السبريتور او السكريننج خلاص ينزل الفاينز واوفر سايز يطحن تاني، وهكذا لحد ما كل دوت خلاص يبقى يوصل للفاينز بتاعتك، وبعد كده دوت بيعملوا ميكسنج بقى هنا في سايلوز مخصوصه، وبعد كده بعد الميكسنج والبليندنج ما يتم بيتخزن في سايلو بتبقى اسمها الجراوند او مطحون بقى خلاص، الجراوند رو ماتيريالز خلاص هو الطحن بالنسبه اللي انت عاوزها والنعومه اللي انت عاوزها، فبيتخزن بقى عشان ايه يتحضر لان هو يخش الفرن يتحرق، او قبل الحرق في الدراي بروسيس بنعمل في حاجه اوبشنال كده ممكن نعملها، حاجه اسمها دري هيتنج. الدري هيتنج ان هم بيدخلوا الانبوت بتاعك دوت اللي هو جاي لك خلاص من بعد الميكسنج على بري هيتر كده او بري هيتنج تاور خلاص، دوت بيستغل فيه الهواء السخن اللي بيطلع من الفرن اللي بتحرق بيه الرو ماتيريال اللي هنتفرج عليه كمان شويه. نتيجة الحرق ده بيبقى فيه عادم، العادم ده عبارة عن دخان وغاز درجة حرارة عالية، خلاص هما بيسحبوا دوت من الفرن، وكمان في دورة توريد بتتعمل بعد الفرن بتاع الكلينكر اللي بيورده برضه بيسحبوا منها الإيه الغازات السخنة دي، ويعرضوا الرو ماتيريال بتاعتك قبل ما تخش الفرن للهيتنج ده للغاز السخن ده. ليه؟ بحيث ان يبقى درجه حراره انت بادئ قبل الحرق بتاعه بدرجه حراره عاليه، فبالتالي ده يوفر لك في الانرجي اللي انت محتاجها عشان تحرق، هو اوريدي جاي لك سخن، بالتالي لما يجي لك سخن في البدايه يبقى انت في الفرن جوه مش محتاج درجه حراره عاليه قوي، او مش هتعرضه لفتره كبيره، فبالتالي ده هيوفر لك فين؟ فين في الانرجي اللي انت محتاجها عشان تحرق او تصنع الكليب. بميزه البري هيتنج دي يا شباب او الهيتنج في الدراي بروسيس ان هي بتوفر لك شويه فين امبروف ذا انرجي افشنسي وفي سيمنت برودكشن كده، وانت في الاخر انت ما جبتش حاجه زياده، بس انت سحبت الغازات السخنه والعوادم اللي انت اللي هي طالعه من الفرن وطالعه من الايه من الكولينج سايكل، واستخدمتها عملت بري هيتنج للايه للرو ماتيريال قبل الحرق في الفرن. يعني فده ميزه البري هيتنج او البري هيت تاورز اللي موجود فين في السيمنت بلانت. طيب احنا كده شايف كل اللي احنا اتكلمنا فيه دوت، اتكلمنا فيه خطوتين اساسيتين، اول حاجه اللي احنا عملنا الجريندنج، جمعنا الرو ماتيريال وعملناها جريندنج، وعملنا بعد كده بروبورشننج بالنسبه اللي احنا عاوزينها بين الايه بين التو ماتيريالز المختلفه تمام كده، والكلام ده بقى خلاص جاهز ان هو ايه بقى جراوند مطحون يعني لفاين باودرز. بعد كده بقى الكلام ده هنعمل له ميلتنج في روتري كيل اسمه فرن دوار، خلاص نشوف شكله كمان شويه دوت. بتوصل درجه حرارته من 1400 لحد 1650 درجه سيليزيوس بطول معين، طول دوت بيخش فيه الماتيريال بتاعتك من اوله، تمشي لحد ما توصل لاخره بدرجه حراره عاليه، دي بيوصل في الاخر الكلينكر بتاعتك الماتيريال بتاعك تتحول لحاجه اسمها ايه الكلينكر. الكلينكر ده بيطلع في الفرن من الفرن في الاخر، هي بتبقى بلاك بولز كده كورز سودا زي ما انت شفت في الصوره اللي فاتت بدايمترز معينه من 5 ل 25 مللي. نهايه الفرن بتاعنا ده بنجمع الكلينكر ونعمل له ايه كولينج بنبرده خلاص كده، وبعد ما نبرده وخلاص هو يوصل لصورته النهائيه بطحن الكلينكر ده ايه انتو افاين باودر. لو لحد كده انا بقى عندي بايندنج ماتيريال، يعني لو انا حطيت الميه على الكلينكر المطحون ده هوصل في الاخر لحاجه بتنشف جامد جدا ووصلها سترينس عالي، بس الكلام ده لو استخدمته الباودر الكلينكر لوحده هيبقى تفاعل مع الميه سريع جدا جدا مش هلحق اعمل بيه اي ابلكيشن. عشان كده احنا بنحط معاه واحنا بنطحن الكلينكر بنحط معاه جبس بنسب معينه بحيث ان في الاخر يطلع لي حاجه
السيتنج تايم او يعني تفاعلها مع الميه طبيعي معدل كويس اقدر استخدم الكلام ده في صناعه الخرسانه في المواقع بشكل ايه بشكل طبيعي. طيب بعد ما اعمل جريندنج للكلينكر والجيبس خلاص بيبقى اوصل بقى لشكل الجري ده احنا شفناه او انتوا عارفين شكل الاسمنت. بعد كده بعمل بقى ستورينج بخزن الكلام ده وبنقله للمستهلكين يا اما بالك زي ما هو كده سايب اسمنت سايب ده في الاغلب مين اللي بياخده شباب المحطات بتاع الخرسانه الجاهزه لو انت حد راحها فيها سايلوز كبيره كده دي متخزن فيها اسمنت تروح العربيه عربيه مخصوص يعني للاسمنت بتتحمل اسمنت سايب اللي هو البالك يعني من مصنع الاسمنت ودي يجي يتخزنه في المحطات دي في السايلوز بكميات كبيره او ساكس اللي هو بقى الشكل اللي انتوا على طول بتشوفوه ان هو بيتعبى في شكايه 50 كيلو خلاص والكلام ده بيروح للموزعين اللي هي بتبيع في الاخر العملاء او الايه او المستهلكين. طيب كم خطوه اللي فاتوا دول هم هتلاقوهم هنا في السكيماتيك. خلاص احنا بعد ما ايه جهزنا الماتيريالز بتاعتنا وطحناها خلاص وخلطناها بالنسبه احنا عاوزينها خلاص هنحط بقى الكلام ده في روتري كيل اللي هو بيبقى دوار فوق دوار دايمتر يعني الكروس سكشن بتاعه سيركلر بطول معين خلاص بحط انا الانبوت هنا او الماتيريال بتاعتي من هنا وهنا في فليمز كده من النار خلاص بتوصل درجه حراره الفرن ده زي ما قلنا لحد 1600 بيخش بقى الماتيريال بتاعتك من هنا لحد ما تمشي طبعا ده بيتقلب او بيلف طول ما ايه ما انت شغال بحيث ان هو يقلب الايه الرو ماتيريال بتاعتك جوه وكله يتحرق بنفس الدرجه تقريبا يطلع لك من هنا حاجه اسمها الكلينكر بقى بص اللي هو الكور السوداء اللي انت شفتوها في الصوره. بعد ما يطلع لك من الفرن هنا بعمل كولينج ببرد الايه الكلينكر بتاعي واخزنه في سايلوز معينه السايلوز دي جنبيها على طول السايلوز متخزن فيها ايه جبس بعمل بروبورشننج للاثنين دول بنسب معينه خلاص. بعد كده بطحنهم الاثنين مع بعض في جريندنج ميل لحد ما اوصل لايه لسايز معين برضو اطحن وبعد كده اعمل سيبريشن بسكريننج ينزل هنا الفاين اللي انا عاوزه بدرجه العمر اللي انا عاوزها وبعد كده الاوفر سايز يخش يطحن تاني وهكذا لحد ما في الاخر السايلوز دي تتملي بالبورتلاند سيمنت اللي هو بقى خليط خلاص او مطحون ما بين الكلينكر والجبس بنسبه عومه معينه اللي انتم بتشوفوها في شكاير الاسمنت. وبالتالي خلاص انا هنا بقى جاهز ان انا اعمل ايه اعمل باكينج للاسمنت واعمل شيبنج خلاص اوزع بقى واعمل شحن للاسمنت سواء هو بالك او في شكاير. لحد هنا يا شباب احنا خلصنا المانيفاكتشرنج ايه ستيبس خلاص احنا كده صنعنا عرفنا ازاي الاسمنت بتصنع من ساعه ما جهزت الرو ماتيريال لحد ما عبيت الاسمنت بتاعي في شكاير ووديته ايه للموزعين عشان يبيعوا للمستهلكين. تمام الخطوه دي لو انا عامل اللي هو الويت ميكس ده مثلا اللي هو ان انا مضطر احط في كيلن واجيب كلينكر لكن لو انا كنت عامله دراي ممكن احط الجبس على طول واشحن الاسمنت يعني صح ولا ايه؟ معلش يعني هتحط الجبس امتى؟ يعني انا بعد ما خلاص جبت الكلي بتاعي وطحنته وجبت الروكس بتاعتي وطحنتها وكله معايا تمام ممكن احط الجبس بقى على طول انا ليه يعني الاول اسيح الكلام ده كله خليه كلينكر وارجع اكسره تاني؟ لا بس انت ليه هتحرق الجبس؟ انا مش هحرقه انا بتكلم انا ليه بعد ما جبت مثلا الكلي ده مثلا وخليته باودر ارجع احرقه وبعد كده اطحنه يعني انا كده رجعت تاني لنفس الشكل برضه. لا انت لما حرقته غيرت خواص الكيميائيه خالص بقى تحول لحاجه ثانيه يعني الحاجه ده مش لا لا هنعرف دلوقتي انت بتحرق ليه اصلا يعني دلوقتي انت بتحرق عشان تحول الرو ماتيريال لاكاسيد معينه الاكاسيد دي جوه الروتري كيلن عند درجه حراره العاليه دي خلاص بتتحد مع بعض بشكل معين ويطلع لك في الاخر برودكت اللي هو الكلينكر ده خلاص بنسبه بكومباوندز مختلفه عن الرو ماتيريال هو ده اللي بيليه قابليه يتفاعل مع الميه بعد كده ويعمل لك بايندنج. بس انا كنت فاكر ان وظيفه الحرق بس ان انا اجيب الكلينكر ان انا اخليه كورس لا كلينكر خواص مختلفه وكومباوندز كيميكال كومباوندز مختلفه عن الرو ماتيريال اللي هو الكلي لوحده والايه واللايم ستون لوحده. تمام شكرا بس كده الشكل 3 دي للخطوات كلها مجمعه يعني من اول ما تعمل هنا اللايم ستون تعمل اكسكافيشن للايم ستون والكلي وبعد كده تدخل على الكراشر اللي هي البرايمري كراشر وبعد كده السكندري كراشر وبعد كده تعمل بربورشننج لايه للرو ماتيريال اللي بقى بتعمل جريندنج وده هو البري هيتر تاور اللي قلنا عليه بتدخل الرو ماتيريال من هنا
بتجمع هنا الهواء السخن سواء ده في الكولينج بتاع الكلينكر او من الكيلن نفسه، خلاص بتعرض لايه الرو ماتيريال دي الهواء السخن، بحيث ان هو اصلا انيشيالي كده يبقى ساخن بحيث ان ما نستخدمش انرجي كبيره في حرقه. وده هو الكيلن اهو زي ما قلنا، بتخش الرو ماتيريال من ناحيه والناحيه الثانيه المقابله يعني بيبقى في فليمز عاليه جدا خلاص كده. والكلام ده الكيلن ده بيبقى روتري بيلف طول ما انت شغال، بحيث ان الرو ماتيريال جوه يعني تتحرق بنفس الايه الدرجه، مش حاجه تبقى على الوش وحاجه تحت مثلا الحرق بنسب مختلفه. في الاخر يطلع لك هنا الكلينكر، بتدخله هنا بقى على كولينج سايكلز، وده برضه بتستحم منه شباب الهواء السخن برضه وندخله في البري هيتر. يطلع لك في الاخر الكلينكر اللي احنا شايفينه بقى خلاص هنا الكورز البول اللي هي البلاك بولز دي، بطحنه بعد كده مع الجبس، بدخل عليه الجبس واطحنهم. في الاخر ده يبقى عندك هنا الايه في السايلز النهائيه الاسمنت، بعمل له باكينج او خزينه، سواء انا بقى هنقله في شكاير او في عربيات اللي هي بتنقل الاسمنت السائل. طيب ده شكل كده سيمنت بلانت من الارض الحقيقيه يعني. هتلاقي هنا دي الرو ميكسنج بلينج ستورج اهو، ده الرو ماتيريال اللي انت مخزنها، وده البري هيتر تاور اللي قلنا عليه خلاص. ده هو الفرن بتاعنا الروتري كيلن اهو خلاص، بتدخل هنا الماتيريال الرو، في الاخر بتطلع لك هنا كلينكر خلاص، بتخزنه بقى في الكلينكر ستورج. يعني ده شكل ايه مصنع اسمنت حقيقي يعني. طيب ايه بقى اللي بيحصل زي ما كان بيقول دلوقتي، ليه اصلا انا بعمل الكلام دوت واحرق واطلع مش عارف ايه من مطحن على طول؟ لانك محتاج خواص كيميائيه معينه للبرودكت اللي بيطلع لك في الاخر. ده ما بيطلعش او ما بيتحولش او ما بيحصلش الا لما تحرق الايه الرو ماتيريال عند درجه الحراره العاليه اللي احنا اتفقنا عليها. طيب دي صوره كده لشكل الروتري كيلن بتاعنا، لازم تشوف هو سلندر كده خلاص، وطوله اظن معدي الكيلو شويه خلاص. الكروس سكشن بتاعه من جوه وهو شغال طبعا درجه حراره عاليه جدا جدا زي ما انتم شايفين خلاص، والماتيريالز بتقلب زي ما انتم شايفين كده جوه، بحيث ان هي في الاخر تبقى تقريبا محروقه بنفس الدرجه. يطلع لك في الاخر بقى الايه الكلينكر بتاعه. طيب ايه اللي بيحصل جوه الفرن؟ اللايم ستون بتاعك بيتحول لاكسيد اللي هي اكسيد الكالسيوم وثاني اكسيد الكربون، والكلي بيتحول لاكسيد الاساسيه اللي هو السيليكون اوكسايد والامونيوم اوكسايد واكسيد الحديد، عشان في الاخر دي ما دول يتحللوا الاكاسيد دي بيتحدوا مع بعض جوه الفرن بدرجه حراره عاليه، بيطلع لك اربع مكونات اساسيه هم دول اللي انا عاوزهم او اللي انت اساسا بيشكلوا لك البايندنج ماتيريال بتاعتك لما يتفاعلوا مع الميه. هم اربع مكونات اساسيه خلاص، اللي هو التراي كالسيوم سيليكيت والداي كالسيوم سيليكيت والتراي كالسيوم الومنيت والتترا كالسيوم الومنيت في الرايت. طيب دول الاربع كومباوندز الكيميكال بتوعنا اللي بينتجوا او نتيجه الحرق ايه في الروتري كيل. طيب يهمني فيهم تعرفهم لما اسالك ايه هي الاربعه الفور كومبوننتس او المين كومبوننتس للاسمنت، هتقول لي هم الاربعه ايه الاربعه كومبوننتس دول. طول ده اسم الايه الكومباوند بتاعك اللي هو تراي كالسيوم سيليكيت زي ما قلنا، والداي كالسيوم سيليكيت وتراي كالسيوم الومنيت والتترا كالسيوم الومنيت في الرايت خلاص. ده التركيب الكيميائي بتاعنا، ما يهمنيش قوي ده، بس يهمني الكومن ايه فورمولا اللي هو في الاخر لازم تعرف ان الاربعه كومباوندز اللي موجودين في الاسمنت هم السي 3 اس والسي 2 اس خلاص والسي 3 اي والسي 4 اي اف. دول الاربعه كومباوندز اساسيين في الاسمنت بتوعك، هم دول بقى قصه الاسمنت هتتشكل لما تعرفهم وتعرف كل واحد بيتفاعل ازاي مع الميه ونتيجه الهيدريشن بتاعته ايه بيطلع ايه والخواص بتاعته ايه. هم دول اللي بيشكلوا لك يا شباب خواص الاسمنت بتاعك في الاخر، ولما بتغير في النسب بتاعتهم بتغير في نوع الاسمنت اللي هيطلع لك في الاخر، زي ما هنعرف في اخر المحاضرات خالص ايه هي انواع الاسمنت وازاي بتحكم في الانواع المختلفه دي وازاي بقى اطلع نوع اسمنت خاصيه مختلفه عن الايه عن النورمال سيمنت. طبعا الاسمنت العادي الاوردينري بورتلاند سيمنت ده هتلاقي في الغالب دي نسب الايه المكونات بتاعته، هتلاقي مثلا سي 3 اس باي ويت نسبته باي ويت يعني من 45 ل 60، وسي 2 اس من 15 ل 30، وسي 3 اي من 6 ل 12، والسي اي 4 اف 4 اي اف من 6 ل 8. طبعا هتلاقي معظم او النسبه الاكبر في المكونات هم المين سي 3 اس وسي 2 اس. فهم دول الاربعه كومبوننت بتوعك اللي انت لازم تعرفهم وتعرف خصائصهم خلاص ومكوناتهم في الاسمنت بتاعك، عشان تقدر تحكم على الايه على الاسمنت بتاعك ونوعه وخواصه من غير حتى ما تعمل عليه اختبارات. تمام، يبقى احنا اتفقنا كده ان الميجور او المين كومباوندز في الاسمنت هم الاربعه كومبوننتس اللي احنا قلنا عليهم.
بصايد دول في كمان ماينر كومباوندز زي المغنيسيوم اكسايد والصوديوم اكسايد والبوتاسيوم اكسايد. وكلمه ماينر دي بتعني ان هم بيمثلوا نسبه قليله يعني باي ويت، دي ملهاش علاقه بالاهميه بس لان في منهم حاجات مهمه جدا لازم نعرفها. يعني مش كلمه ماينر ان هم يعني ما لهمش لازمه، لا ماينور يعني هم نسبتهم قليله في بالواقع باي ويت، بس في منهم حاجات مهمه لازم نعرفها زي مثال مثلا اكسيد الصوديوم والبوتاسيوم في الاسمنت بتاعك، لان المجموع دول احنا بنسميهم حاجه اسمها الالكاليز او الايه قلويات الايه الاسمنت. قد ايه الاسمنت بتاعك قلوي ده بيبقى مهم جدا نعرفه، لان في انواع معينه من الاجريجيت لو استخدمناها مع اسمنت القويه بتاعته عاليه خلاص الاسمنت بتفعل نفسه مع الايه مع الاجريجيت. احنا قلنا الاجريجيت اساسا احنا هو فيلنج ماتيريال المفروض ما يتفاعلش مع الاسمنت. طب الكيس دي لا، لو الالكاليز بتاع الاسمنت عاليه خلاص في نوع معين من الاجريجيت بيبقى فيه سلكه نشطه بتفعل مع الاسمنت نفسه وبيعمل مشاكل بعد كده في الخرسانه، بيعمل كراكنج ومشاكل دي ممكن نتكلم عليها بعدين في الديورابيلتي او حاجه. بس كلمه زي ما احنا بس عاوز اقول هنا ان بجانب الميجور او المين كومباوندز في حاجه اسمها ماينر كومباوندز، دي يعني يهمنا في ايشوز معينه نعرفها عشان ايه نتجنب حاجات ايه معينه. بس مينلي يهمني في الكيميكال كومبوزيشن هم الاربعه كومباوندز اللي احنا قلنا عليهم اللي هو سي 3 اس وسي 2 اس وسي 3 اي وسي 4 اي اف، دول اللي هم هنعول عليهم يعني ونعرف خواصهم ونسبهم وازاي نتعامل معاهم وازاي احدد او اعرف نوع الاسمنت من الايه من النسب بتاع المكونات دي. طيب في معادلات بتحسب الكلام ده ثيوريتيكال يعني من غير ما اعمل تحليل كيميائي خلاص، اللي هو بوج عمل ايكويشنز زي ما انتم شايفين كده. الايكويشنز دي مش عليك حفظ طبعا بس يهمك يهمني تعرف ازاي تستخدمها. تلاقي عندك الاكسيد كلها ليه ابريفيشنز، دي لازم تبقى عارفها، لازم تبقى عارف ان السي هو اختصار للكالسيوم اوكسايد والاس هو اختصار للسيليكون اوكسايد وهكذا، لان الابريفيشنز دي هي موجوده فين؟ في المعادلات اللي هيحسب منها نسبه كل كومباوند قد ايه. فتلاقي مثلا السي 3 اس نسبته بتساوي 40 71 سي، يعني سي نسبه الكالسيوم اوكسايد في الاسمنت بتاعك وهكذا. كل واحد تقدر تحسب نسبته قد ايه من الاكاسيد الاساسيه الموجوده في الاسمنت بتاعك. فانا لو عملت تحليل كيميائي للاسمنت بتاعي وجبت نسبه الاكاسيد فيه قد ايه اقدر احسب نسبه كل كومباوند من الاربعه دول في الاسمنت قد ايه، وبعد كده اقدر احكم بقى على خواص الاسمنت بتاعي من معرفه الايه نسب كل مكون من دول. خلاص يعني انت في اخر المحاضرات خلاص بتاع الاسمنت المفروض يبقى عندك المهاره انك تعرف في الاخر لما ادي لك كذا نوع من الاسمنت خلاص بنسب الفورك بونز لكل واحد تقدر تقول لي او اطلب منك توصف لي نوع الاسمنت ده ايه من الانواع اللي انت هتاخدها بعد كده ان شاء الله. تمام كده؟ طيب هنا بس في ليميتيشن يعني يهمني تعرفه يعني لمعلوماتك يعني مش الاكثر من الكلام ده. الايكويشنز دي فاليد لي لما يكون الاسمنت بتاعك نسبه الاي على الاف ريشيو من 0.6 فيما فوق، اصغر من 0.64 بالظبط يعني اصغر من 0.64 في ايكويشنز ثانيه فيها موديفيكيشن عن الارقام اللي قدامك دي. طبعا دي انت مش مطالب بيها يعني بس انا بقول لك لمعلوماتك ان دي في 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 جروب ثاني من ايكويشنز فاليد في حاله ان الاسمنت بتاعك الاي على الاف بتاعتك اصغر من 0.64. تمام نتكلم بقى يا شباب على ايه على حاجه مهمه جدا. خلاص احنا عرفنا دلوقتي الاسمنت بتصنع ازاي وايه هي مكوناته الاساسيه يعني كده. طب عاوزين نعرف بقى الكلام ده انت في الاخر بتوصل بيه لبايندنج ماتيريال ازاي. خلاص انا عرفنا الاسمنت خلاص اللي قدامي دوت نسبه الاكاسيد فيه عامله ازاي والكومباوندز الاساسيه فيها شكلها عامل ازاي واسمها ايه. طب الكلام ده بيعمل ايه جوه الخرسانه بقى؟ عشان كده لازم نتكلم على حاجه اسمها الهيدريشن اوف سيمنت. ايه كلمه هيدريشن بتعني ايه؟ بتعني من الاخر يعني الاسمنت بيتفاعل ازاي مع الميه. هيدريشن يعني تفاعل الاسمنت بتاعك مع الايه مع الميه. نتيجه للتفاعل ده بيحصل ايه؟ دي هتبقى الهيدريشن برودكتس بتاعتنا. يبقى الهيدريشن انا اول الاسمنت بيتفاعل مع الميه، طيب نتيجه عمليه الهيدريشن بروسيس دي بيطلع برودكتس بقى اللي هي هيدريشن برودكتس دي اللي ايه اللي يهمنا نعرف شكلها عامل ازاي وخصائصها ايه وايه اللي بيديني الاسترينث وايه اللي بيأثر على الاسترينث. هنقسم الهيدريشن بروسيس بتاعتنا لتو ايتيمز. لو انت خدت بالك في الفور كومبوننتس بتاعتنا او كومبوننتس بتاعتنا في
C3S وC2S دول جروب كده كالسيوم سيليكيت، والتاني كالسيوم مينلي يعني كالسيوم الومنيت. فاحنا هنتكلم على الهيدريشن في كالسيوم سيليكيت الاول اللي هم C3S وC2S، بعد كده هنتكلم على الهيدريشن اوف كالسيوم الومنيت. بالنسبه لي C3S وC2S يا شباب، لو انت خدت بالك حتى في النسب اللي قلناها التقليديه في الاسمنت العادي هتلاقي تقريبا هم المين كومبوننتس للاسمنت، تقريبا نسبتهم بتبقى تقريبا من 70 ل 80% من الايه من الكومبوزيشن بتاع الاسمنت. وهم اساسا هم المسؤولين عن السترينث، هم اللي بيوصلوا الاسمنت بتاعك او الخرسانه يعني بعد كده للسترينث اللي انت عاوزه. التحكم في النسب بتاعتهم ريلاتيف لبعض او لباقي المكونات يعني هي دي اللي بتتحكم في السترينث بتاع الاسمنت بعد كده. ايه اللي بيحصل بقى او يعني نتيجه الهيدريشن بتاع C3S وC2S بيحصل ايه؟ بتكون حاجتين اساسيتين لما اعمل هيدريشن يعني للسيليكيتس بتاعتك، بينتج حاجتين اساسيين. الحاجه الاولانيه اللي هو بقى خلاص ده اشهر على الاطلاق اللي هو الكالسيوم سيليكيت هيدريت، ده التركيب الكيميائي بتاعه يهمني تعرف ان اختصاره هو كالسيوم سيليكيت هيدريت سي اس اتش، احنا بنسميه سي اس اتش جيل، هو ده المسؤول عن اكتساب الاسمنت والخرسانه للمقاومه خلاص، وبينتج معاه كالسيوم هيدروكسيد اللي احنا بنسميه سي اتش. يبقى تفاعل سي 3 اس وي سي 2 اس مع الميه الهيدريشن بتاعتهم يعني بينتج حاجتين نتيجه للتفاعل ده خلاص، الحاجتين دول هم السي اس اتش جيل ده المسؤول عن المقاومه، ودي حاجه اسمها السي اتش ده هنعرف مشكلته ايه او وجوده في الخرسانه والاسمنت بيسبب ايه. بس يهمني تعرف يهمني تعرف جدا تعرف ايه الفرق ما بين السي 3 اس وسي 2 اس في التفاعل. الفرق ان السي 3 اس بيطلع جيل او سي اس اتش جيل بنسبه 61% وسي اتش بنسبه 39%، السي 2 اس بيطلع جيل اكتر خلاص بنسبه 82% وبيطلع سي اتش اقل بنسبه 18%. ده مهم جدا تعرفه يا شباب. ليه؟ لانك لما هتعرف خواص السي اتش الجيل بتاعك السي اس اتش جيل وي سي اتش هتعرف امتى انا عاوز اكتر من السي 3 اس في الاسمنت وامتى اقلل منه وكذلك في سي 2 اس. خلاص يبقى احنا دلوقتي عارفين ان اللي بيطلع جيل اكتر هو سي 2 اس خلاص كده، وبيطلع واللي بيطلع سي اتش اكتر هو سي 3 اس كده. طيب ايه خواص الجيل بتاعك ده؟ خلاص هو خاصيته الوحيده او يعني الوظيفه الاساسيه بتاعته ان هو مصدر اكتساب الايه المقاومه في الاسمنت والخرسانه. فبالتالي الالتيميت سترينث للكونكريت يعني وبالتالي الاسمنت بتتحسن وتزيد امتى؟ لما الكونتنت بتاع سي 2 اس يزيد في الاسمنت بتاعك ريلاتيف لمين؟ سي 3 اس. ده انا لو انا عاوز اسمنت مثلا عالي المقاومه يديني مقاومه اعلى خلاص لازم ازود نسبة سي 2 اس خلاص ريلاتيف للسي 3 اس في الاسمنت بتاعي. ليه؟ لان السي 2 اس زي ما احنا شفنا في السلايد اللي فاتت هو بيطلع جيل اكتر، بيطلع سي اس اتش جيل اكتر خلاص مقارنة بالسي 3 اس، فبالتالي انا عاوز ايه؟ ازود النسبة دي عشان ازود السترينس في الاخر كده. طيب حاجة كمان ان السي 2 اس لو انا زودت نسبته للسي 3 اس مش هيزود لي بس السترينس، لا ده كمان هيبقى سي اتش اللي طالع اقل. طب السي اتش ده مشكلته ايه؟ مشكلته في ان هو مقاومته ضعيفه للسلفيت والاسيد اللي بتقاوم الخرسانه خلاص كده. لما الخرسانه تتعرض لاملاح كبريتات واحماض بتتفاعل مع السي اتش ده وبيحصل مشاكل فين في الخرسانه، فده بيضر الديورابيلتي جدا كده. يبقى بالتالي انا لو زودت نسبه السي 2 اس ريلاتيف للسي 3 اس في الاسمنت بتاعي احصل على ايه؟ على خرسانه مقاومتها اعلى وكمان الديورابيلتي بتاعتها اكتر لان السي اتش فيها هيبقى ايه؟ هيبقى اقل. طيب ده بقى هيبقى كله يعني انا لو عملت كده خلاص انا كده خدت كل المزايا في الاسمنت، لا هيبقى فيه عيب شويه هتحصل عليه ان في الاخر هتعرف ان السي 2 اس دوت تفاعله مع الميه او الهيدريشن بروسيس بتاعته بطيئه شويه، بطيئه مقارنه بمين؟ السي 3 اس. فانا لو زودت نسبه السي 2 اس جامد مقارنه ريلاتيف للسي 3 اس هحصل على مقاومه ضغط عاليه جدا وكل حاجه والدورابيلتي عاليه جدا، بس في الاخر هحصل على مقاومه بعد وقت طويل شويه كده. لان السي 2 اس لما هنتكلم قدام شويه بقى على الهيت هيد اوف هيدريشن ان هو تفاعله بطيء واكتسابه للمقاومه ايه بطيء، فهو على
عليت ايج سترينث هو بيديك مقاومه عاليه. طيب خلاص بقى، فانا بعد كده هوازن ان انا لو مش عاوز مقاومه مبكره عاليه خلاص، فاحسن حاجه ليا ان انا ازود السي تو اس على السي 3 اس، عشان في الاخر انا مش مستعجل على المقاومه بس انا محتاج مقاومه عاليه ومحتاج ديورابيلتي عاليه. طب انا لو مستعجل على المقاومه عاوز ايرلي سترينث بقيمه كبيره، مستعجل عاوز مقاومه سريعه خلاص، فانا مضطر ساعتها ازود الايه السي 3 اس على السي 2 اس خلاص، واحاول بقى اخد احتياطاتي في موضوع السي اتش اللي هيبقى كتير شويه في الخرسانه، واعمل ايه عزل او خلافه بحيث ان ازود ديورابيلتي. فبيجي اللاعب من شبه هنا، ففي الاخر انا عارف خاصيه السي 2 اس ايه وخاصيه السي 3 اس ايه، فانا اللي هتحكم واقرر ازود ده عن ده ولا اقلل ده عن ده خلاص. وده بيتم ازاي؟ بيتم بالبروبورشن اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص، انك تخلط قد ايه اللايم ستون مع الكلي بنسبه قد ايه، بس بحيث في الاخر الكلام ده يوفر لك اكاسيد بنسب معينه جوه الريتوريكيل، في الاخر توصل لمكونات او المين كومبوننتس بنسب ايه بنسب معينه كده. وممكن يساعدك في ده كمان شباب الكويشن اللي احنا قلناها، اللي هي بتتنبأ لك او بتحسب لك ثيوريتيكال يعني نسبه الاكاسيد او نسبه الكومباوندز في الاسمنت بدلاله الاكاسيد الاساسيه فين في الاسمنت كده. دي كده صور من تحت سكاننج يعني للاسمنت بعد ما حصل له هيدريشن، هتلاقي ان السي اتش اللي هو الكالسيوم هيدروكسيد بقى ويل نون بقى شكله عامل كده، الاشكال المستطيله دي خلاص بيبقى لونها اغمق شويه من الايه من الجيل اللي بينهم ده شباب بقى، اللي هو السي اس اتش جيل خلاص كده، اللي هو ايه الكالسيوم سيليكيت هيدرين. لو انا عملت زومنج اكتر كده ما بين الاثنين وبعض، هتلاقي في حاجه اسمها حاجه عصويه كده احنا بنسميها اترنجايت، ده بينتج نتيجه تفاعل الايه الالومينات او الهيدريشن بتاع الالومينات زي ما بنقول كمان شويه خلاص. هتلاقي ده برضو بص الجزء اللي هو سوليد ده وطويل شويه، ده هو انا عملت زومنج بس مثلا هنا ولا حاجه، فهو ده برضو السي اتش بتاعنا، والجيل اللي هو سي اس اتش اللي هو دوت، بس انا عملت ايه زومنج ما بينهم كده فطلع حاجه اسمها الترنجايت، ده هنعرف هو ايه بالظبط كمان شويه هنا يا شباب. طيب ده كان كلامنا باختصار يعني عن الهيدريشن اوف سيليكيتس او كالسيوم سيليكيتس. يعني هنا بقى هنتكلم عن الكاتيجوري الثاني او التو كومباوندز الثانيين اللي هم الالومينيتس يعني، او مينلي الاهم فيهم اللي هو السي 3 اي، بيحصل ايه لما يحصل هيدريشن ليه. مفارقه كده سريعه شباب بين الاثنين دول والاثنين اللي فاتوا، لو احنا يعني حابين نعمل مفارقه كده سريعه تفهمنا، الاثنين اللي فاتوا دول مسؤولين عن السترينث مينلي، يبقى الهيدريشن اوف سيليكيتس او كالسيوم سيليكيتس دول اللي بيدوني سترينث سواء في الايرلي ستيج او ايدج او في الليت ايدج، تمام كده. طيب الهيدريشن اوف لام اوف الومينيتس دي مسؤوله عن السيتنج، ايه السيتنج دوت اللي هو في فقدان الاسمنت بتاعك او الخرسانه بتاعتك للوركابيليتي، انت ليك مده معينه تشتغل فيها بالاسمنت وبعد كده الاسمنت ابتدى زي احنا بنسميه ابتدى يشك خلاص. السيتنج بتاع الاسمنت ده وبتاع الخرسانه ده مسؤول عنه مين؟ الالومينيت، لان الالومينيت الهيدريشن بتاعته مقارنه بيه السيليكيت هو سريع جدا، يبقى اذا الالومينيت هيدريت ماتش فاستر ذان ايه السيليكيت، هو بيتفاعل بسرعه جدا او بيحصل له هيدريشن بسرعه جدا عن الاثنين الباقيين كده، بس هما طبعا نسبته مقارنه بالاثنين دي قليله جدا، فقول ان هو يحصل له هيدريشن بسرعه خلاص ده مش هيديك المقاومه طبعا انت عاوزها، بس هيعمل لك حاجه اسمها السيتنج خلاص كده. السيتنج اللي هو ايه فقدان العجينه بتاعتك او الخرسانه بتاعتك للتشغيل كده. طيب حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، هتفهم لك هتوضح لك ليه احنا حطينا الجبس مع الكلينكر في الاول قبل مع طحنه يعني عشان نطلع في الاخر البروتين السامد بتاعنا. طيب لو جيت تفاعل، لو انت تفاعل السي 3 بتاعك مع الميه خلاص، التفاعل ده سريع جدا جدا بينتج عنه كميه كبيره جدا من الحراره، احنا بنسمي التفاعل ده فلاش ست. احنا لو السي 3 دخلنا ما فيش اي جبس خالص في الكلينكر بتاعك او في الاسمنت بتاعك خلاص كده، فهتيجي تحط الميه على الكلينكر بتاعك، اول حاجه هتتفاعل بسرعه كبيره جدا بدرجه حراره عاليه جدا هو سي 3 اي خلاص، هيتفاعل مع الميه ويتكون حاجه اسمها دراي كالسيوم الومنيت هيدريت خلاص، دوت تفاعله حتى بيسموه شك، بيحصل شك غميضي فلاش ست، يعني جاست انك تحط الميه من هنا تلاقي العجينه بتاعتك خلاص ابتدت تشد وتشك منه. عشان نمنع الكلام ده احنا بنحط او بنضيف بقى الجبس على الكلينكر عشان يمنع او يقلل الايه الفلاش ست ده. هتلاقي ان الاسمنت بتاعك بقى
او لما يتحط عليه الميه خلاص هو اوريدي متصنع او محطوط عليه الاسماء الجبس، فتلاقي ان السي 3 اي مع الجبس مع الميه طلع حاجه اسمها الترنجايت او اللي احنا بنسميه الاي اف تي اللي احنا شفناه في الصوره اللي فاتت، اللي هو عباره عن لينكس كده رابطه بين الايه الجل بتاعك وبين السي اتش، تمام كده. وده نسبه بقى شباب اضيف ازاي الجبس بنسبه قد ايه عشان في الاخر يعمل لي نورماليزيشن للسيتنج بتاعي. دي هي فيها كلام تفصيلي شويه فهنتكلم فيه في المحاضره اللي جايه ان شاء الله، بس من دلوقتي احنا عارفين نحط الجبس ليه. بنحط الجبس عشان هو يعمل لك نورماليزيشن كده للسيتنج بتاع الاسمنت عشان تقدر تعمل له ابلكيشن في الموقع بتاعك. انا لو الجبس مش موجود السي 3 اي هيتفاعل مع الميه بسرعه كبيره جدا جدا جدا، نعمل حاجه اسمها فلاش سيت، فمش هقدر اعمل ابلكيشن او اطبق السيمنت والكونكريت بتاعي في السايت. طيب دي بقى حاجه مهمه جدا لازم نعرف عن السي 3 اي ده، غير ان هو يعني خلاص انا حليت مشكله ان هو بتحل بتفاعل بسرعه جدا مع الميه اللي انا حاطط جبس. طيب في كان مشكله ثانيه وجوده بيسببها الصراحه، يعني ان هو الاي اف تي اللي بيطلع ده والترنجايت ده مشكلته يا شباب ان هو ما بقاش ستيبل الا في الهاي كونسنتريشن للسلفيت ايونز اللي هو اللي هي بتيجي منين اصلا؟ بتيجي من الجبس بتاعك خلاص كده. طيب مع تفاعل سي 3 اي مع الجبس مع الميه خلاص السلفيت ايونز دي الكونسنتريشن بتاعتها بتقل فين؟ في الميديوم بتاعك. فايه اللي بيحصل؟ الاف تي بتاعك بيبقى ان ستيبل، هو بيبقى ستيبل في الهاي كونسنتريشن الميديوم اللي فيه هاي كونسنتريشن للسلفيت ايونز، فنتيجه للتفاعل المستمر خلاص الكونسنتريشن ده بيقل فيصبح الايه؟ بيبقى الاف تي بتاعك ان ستيبل فيرجع يتفاعل تاني مع سي 3 اي الموجود اللي هو موجود بنسبه كبيره، عشان كده احنا ما بنحبش الاسمنت بتاعنا فيه نسبه كبيره من سي 3 اي. ان كل ما يكون في نسبه كبيره يبقى في احتماليه ان الاف تي لما تكون يتفاعل مع المتبقي من النسبه بتاعته يديني حاجه اسمها كالسيوم مونو سلفيت المانيت اللي هو الاي اف ام. ده وجوده في الخرسانه يا شباب نقطه ضعف كبيره جدا، لان هو ضعيف جدا في مقاومه الايه السلفيت اتاك اللي بتحصل الاسمنت والخرسانه. طبعا مهاجمه الاملاح والكبريتات والاحماض عموما يا شباب في الخرسانه انت عرضه ليها في اي حته، سواء انت بتعمل ان جراوند ستراكشرز، انت بتعمل فاونديشنز، بتعمل تنكات، حتى البيلدنج العاديه ممكن الخرسانه تتعرض لك في الحمامات والمطابخ الى اخره خلاص. فبالتالي الاسمنت الخرسانه بتاعتك او الاسمنت اللي بيتكون فيه الاي اف ام هو ضعيف في ده. اول ما يجي الخرسانه عليها سلفيت اتاك او تتعرض للسلفيت يتفاعل الاي اف ام مع السلفيتس دي ويتحول تاني الاي اف تي كده. طيب ايه المشكله؟ الاي اف تي مشكلته ان هو حجمه اكبر من حجم الاي اف ام. كان عندك حجم صغير اسمه اي اف ام خلاص في الخرسانه واتقفلت عليه، لما جيت السلفيت تفاعلت مع الاي اف ام ده خلاص اتحول تاني الاي اف تي. طب الاي اف تي هو ماتش لارجر زان الاي اف ام كريستالز اللي كانت موجوده، فطبعا فبالتالي الحجم ده هيكبر. طب يعني ايه حجم هيكبر والخرسانه حصل لها هاردنينج؟ يحصل ايه؟ يحصل كراكنج في الخرسانه. يحصل كراكنج في الخرسانه يبقى عندك اي هجوم هيحصل على الخرسانه ميه املاح تخش جوه الخرسانه خلاص عندك تسليح جوه الخرسانه ابتدت كل المشاكل تحصل بعد ايه الكلام ده ما حصل دخل جوه الخرسانه والحيط اتصدى بقى خلاص بقى الديتريشن هيبقى عالي جدا للخرسانه بتاعتك. عشان كده احنا ما بنفضلش نسبه كبيره من سي 3 اي جوه الاسمنت بتاعنا. ولو عاوزين بعد كده نعرف بقى ازاي نطلع سلفيت ريزيستنس بورتلاند سيمنت نعمل ايه وازاي نعدل النسب دي وتبقى نسبه السي 3 اي في قد ايه، هو ده بقى يا شباب انا بتكلم فيه. ان بمعرفه خصائص المكونات الاربعه دي انت بتبقى انت عارف الاسمنت اللي انت عاوز تصنعها او عاوز تحصل على خاصيه معينه منه وتعمل ايه في المكونات وتكونها ازاي او تلعب نسبها ازاي، وازاي تعرف لو انت عملت تحليل كيميائي الاسمنت بالنسب دي تعرف نوعه تقريبا انهي نوع من الانواع المشهوره اللي هنعرفها ايه في اخر المحاضرات ان شاء الله. بالنسبه بقى لل C4AF هو يعني مكون بالذات اهميه قوي، حتى هو اشتراكه في المقاومه ضعيف جدا، والهيدريشن برودكتس بتاعته هي مشابهه جدا للهيدريشن برودكتس بتاعت السي 3 اي. عشان كده يعني احنا مش هنفرد له كلام، هو كلامنا المهم عن الايه في الهيدريشن اوف المونيز هو الهيدريشن بتاع السي 3 اي. تمام يا شباب مفترض كده احنا يعني كلام بعد كده هيبقى ازاي بقى تعمل تعرف انواع الاسمنت المختلفه بين النسب بتاع الكومباوندز المختلفه دي، ويهمني برضو تعرف الهيدو هيدريشن لكل ايه لكل كومباوند منه.
لان مثلا مهم جدا لو انت بتصب مثلا في درجه حراره، الموقع بتاعك في درجه حراره عاليه جدا مثلا زي الخليج او غيره، فانت محتاج اسمنت لما يتفاعل مع الميه ما يطلعش منه هيت اوف هيدريشن بدرجه كبيره، لان لو انت بتصب في جو حار والاسمنت اللي انت بتستخدمه دوت بينتج عنه درجه حراره كتيره كبيره جدا مع تفاعله مع الميه، ده هيعمل مشكله كبيره جدا اصلا في ان هو يبخر الميكسنج ووتر بتاعتك ويعمل مشاكل كبيره جدا في الخرسانه. فعشان كده لو انا بصب في الظروف دي لازم استخدم نوع اسمنت مثلا يكون بعثاته للحراره قليله. فعشان كده يهمنا نعرف الهيت هايدريشن لكل كومباوند من دول لما بيتفاعل مع الميه الحراره اللي بيطلعها اخبارها ايه مقارنه بالمكونات التانيه. عشان لو انا عاوز مثلا اعمل اسمنت لو هيت سيمنت اللي هو اسمنت بيطلع درجه حراره قليله، فشوف انا ازود انهي كومباوند في دول بحيث ان في الاخر تبقى نسبته كبيره شويه مقارنه بالباقي، فبالتالي الحراره في الاخر مجموع الحراره بتاع الكومباوندز كلها بتبقى اقل توتالي من مقارنه باسمنت تاني. طيب عاوز اعمل سلفيت ريزيستنس سيمنت، يبقى خلاص عرفنا مثلا الحاجات اللي بتعمل مشاكل مع السلفيتس اللي هو السي 3 اي، لو انتم فاكرين برضو السي اتش نفسه اللي بيطلع من الهيدريشن بتاع السيليكيتس، شوف انا واحد بيطلع سي اتش اقل وكتر نسبته فين في الاسمنت واقل نسبه السي 3 اي، عشان في الاخر يطلع لي اسمنت الحاجات اللي بتتفاعل مع السلفيت والصلص اللي بتعرض للخرسانه تبقى قليله، فبالتالي هو يبقى ريزيستنس بتاعه عالي. طيب هو ده الفن يا شباب اللي احنا عاوزين نتعلمه ونعرفه خلاص، وهو ده المهم اصلا عشانه بنتعلم. انت ليه انت في الاخر انت ليه يهمك تعرف الكومباوندز بتاع الاسمنت ونسب مكوناته؟ ما خلاص بجيب الاسمنت من السوق واحطه على الميه والاجريجيت وطلع خرسانه وخلاص، لا مش دي الحرفنه، مش ده الفن اللي المفروض تتعلمه. انت ازاي تحكم على الاسمنت بتاعك؟ انت ممكن اسمنت سايب ما تعرفش نوعه ايه، بتحليل الكميه بتاعه وشويه اختبارات تعرف نوع الاسمنت ايه وايه احسن وظيفه تقدر تستخدمها فيها او تستخدمه في الخرسانه المناسبه ليه. عشان كده يا شباب احنا بنتكلم على الكلام ده، هو الكلام ده مش دش وخلاص، الكلام ده يعرفك شويه ان ديبس ازاي تتعامل شويه في صناعه الخرسانه وازاي تطلع خرسانه في الاخر سوتبل للكيس بتاعتك. وده على اللونج تيرم يا شباب يخليك تعمل خرسانه مقاومتها كويسه جدا وكمان الديورابيلتي بتاعتها كويسه جدا وتقدر تصبها كويس جدا في الموقع ما يحصلكش مشاكل كمان فين في الصب. يا شباب المره الجايه باذن الله هنكمل بقى في موضوع الاسمنت دوت ازاي نعرف او ناخد فكره كده عن الهيت اوف هايدريشن وانواع الاسمنت المختلفه، ازاي نعمل ديفرنشيشن بينها كده وازاي نفرق ما بينها ونعرف النوع من حيث نسب المكونات. وهنتكلم بقى في الاخر عن البروبرز بتاع الاسمنت طبعا اهمها يعني مش كلها، وازاي نحسب الكلام ده ونعينه في المعمل ان شاء الله. هكتفي يا شباب النهارده كده في المحاضره باللي احنا قلناه، والمره الجايه ان شاء الله باذن الله نكمل. اللي عنده سؤال في اللي احنا قلناه او احنا الحد اللي احنا وقفنا عنده دلوقتي يتفضل مشكور ان يسال يعني. شكرا يا دكتور. طيب اتمنى ان تكون المحاضره مفيده ليكم يعني ان شاء الله، ونكملها المره الجايه واشوفكم على خير يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام.